طيب احنا بدأنا في الوحدة التانية، بس طبعا هيكون معانا مراجعات على طول على الوحدة اللي قبلها عشان ما تتنسيش. طيب كان عندي الكلمات دي احنا كنا سمعناها، بس انا هقراها سريعا كده عشان لما نيجي نشرح عليها نفتكرها. دي شوسيغ، كلمة الحذاء بتكون كلمة جمع، زي شوز في الانجليش برضو اي حاجة متكونة من قطعتين بتكون ايه؟ جمع. النظارة والحذاء، تمام. فعندي هنا دي شوسيغ. أنساك، حقيبة كلمة مذكر. أنكارتابل اللي هي حقيبة المدرسة، حقيبة المدرسية. لكن أنساك اللي هي الحقيبة بس أو حقيبة اليد. إن تلفزيون اللي هو التلفزيون كلمة مؤنثة. إن مونتر، إن مونتر اللي هي ساعة اليد. إن أوغلوج، إن أوغلوج القش طبعا ميه، وعلى طول هي ميه، حرف القش ده على طول صامت. إين أوغلوج. بعد كده عندي الإفطار، لو بوتي ديجوني، لو بوتي ديجوني. الموسيقى، لا موزيك، لا موزيك. لكن مي، مي. شخص، إين بيرسون. وما عنديش كلمة شخص مذكر، يعني هي ملهاش مذكر، هي كلمة مؤنثة فقط. إين بيرسون. الأسنان، لي دون، لي دون. اليوم، أجوردوي. القش برضو ما نطقناهاش، دخلنا على صوت الاو والاي والحرفين دول لما بيجوا ورا بعض كأنك بتقول وي. اجوردوي، اجوردوي. انا اريد جو فودري، جو فودري. وعلى فكره جو فودري دي متصرفه بطريقه اللي هي الأكثر أدبا. يعني إيه؟ يعني إحنا كنا واخدين قبل كده فيغبو فولواغ اللي هو يريد، كان تصريفه كده في المضارع جيفو، دي كده أنا عايز. لأ، اللي فوق دي جيفو دغي، كأنك بتقول كده كلمة من فضلك جواها، يعني كأن هي فيها كلمة من فضلك كده من غير ما نقولها. فالكلمة دي بنستخدمها دايما، عشان أنا بقولك الحاجات دي عشان السنة الجاية إن شاء الله كمان، يعني الصيغه دي عندك عليها حاجات كتيره خالص في اولى اعدادي بامر الله. فالصيغه دي بستخدمها للطلب بطريقه ايه؟ مهذبه. جو فودغي. بعد كده عندي كلمه مبكرا، تو، تو. كان عندي بعد كده جدول الافعال، ده اخذناه برضو. ايكوتي مجموعه اولى، دوسيني اختي. قال لي مجموعه اولى بس اغاجوليه شاذ، ماشي حلوين. الفيرب ده مجموعه اولى بس شاذ، يعني ما بنشيلش منه الاو اغ ونحط النهايه زي احنا متعودين. بعد كده عندي يتحرك، بوجي، بوجي. بص بقى صوت الجي دوت، صوت الجي هي ما اسمهاش جي في الانجليزي، جي في الفرنسي جي، بيتنطق جا 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 كده معطفه، لما بيجي بعدها الفتح المايك بالغلط يقفله، لما بيجي بعد او او اي او اجراك. هنكمل هنا باقي جدول الافعال. قلنا ان صوت الجي بيبقى صوته جا زي قاعدة الإنجليش، لما بيجي بعده أو أو إي أو إجراك. فهنا قلت إيه؟ بوجي، بوجي. ده برضو بغمير جروب، مجموعة أولى. طيب بعد كده كونتي، كونتي. كون، كون هي فين الإن؟ صوت الإم لما بيجي بعده البي كأني قلت إن. كونتي، كونتي. بعد كده سوتي، سوتي. دونسي، دونسي. شانتي، شانتي. رونتري، رونتري. كل اللي احنا قلناه ده مجموعه اولى. وقال ليه مجموعه اولى؟ اه بس ريجوليه شاذ، بيتحفظ زي ما هو كده، ليه تصريفات خاصه بيه. بعد كده عندي ياخذ او يتناول، غاندغ، غاندغ. ومعناه كمان يركب، يركب وياخذ يتناول. الفيرب ده يضع او يرتدي، متر، متر. مش مجموعه اولى برضو. ينام، دوغمير، دوغمير. مش مجموعه اولى. يشاهد، روغاردي، روغاردي. مجموعة أولى طبعا. يلوح،
يلوح دي اللي هو ايه، يعني بيشاور بيحرك ايده. يعني هجيبها لك في اكزامبل، مثلا جي ميسكو مبغا، انا بحرك دراعي. سكوي اللي هو بيلوح او بيحرك، بيشاور كده بايده. بعد كده يشتري اشوتي، اشوتي يقرا، لير لير يجري، كوغير كوغير ينصح، كونسيي ال ال مي كونسيي كونسيي يشرح، اكسبليكي اكسبليكي. معظمهم مجموعة أولى. طب نعمل كده ريفيزيو على تصريفات المجموعة الأولى. المجموعة هناخد مثلا فيرب زي مين؟ ناخد فيرب سوتي اللي هو يقفز، سوتي اللي هو يقفز. الفيرب ده مجموعة أولى، عايز أبدأ أصرفه مع الضمير جو. كل اللي بنعمله بنعمل إيه؟ بنحذف الأو إر، وبعدين بنبدأ نحط النهايات على حسب كل إيه؟ كل ضمير. يعني جو هتاخد النهاية الأو، التو لأ ما فيهاش أكسون، البرنامج كتب لوحده. ماشي؟ طيب التو بتاخد نهاية أو إس، صحصحوا عشان أنتوا برضو ما فيهاش الأقسام، البرنامج ده عمال يألف لوحده. تي سوت بيصرفها لي بزمن تاني. طيب إل إل أون سوت هتاخد نفس التصريف بتاعت الضمير جو، برضو الأقسام بتعاندني بقى، الأقسام بتعاندني. بعد كده النو، النو بتعمل إيه؟ بتحذف الأو إر وتحط بدلها أو إن إس، يبقى سوتو نحن نقفز. طيب فو، سوتي أنتم تقفزون. إلى فيك إس وإلى فيك إس بياخدوا النهاية الأو إن تي، أو إن تي. أي فيرب قلناه من الجدول اللي إحنا قريناه دلوقتي ده هتطبق عليه نفس الطريقة، ما عدا مين؟ ما عدا ما عدا اللي، لأنه إغيغولي شاذ، وما عدا الأفعال اللي ما بتنتهيش بالأو إغ، يعني ده هيتصرف بطريقة تانية، وده وده، ومين كمان؟ وليغ وكوغيغ. لكن الباقي معظمه اصلا افعال المجموعه الاولى هي اكتر افعال في اللغه الفرنسيه، الحمد لله ليها طريقه ثابته كده وسهله في تصريفاتها شويه. تمام؟ يبقى لما اخدنا كده الفيرب ده اكزامبل، تمام، هتلاقي ان كل التصريفات فيها الجي معطشه. يعني ايه معطشه؟ بننطقها جه جه مش جه. فهتلاقيني بقول جي بوج، تي بوج، ال ال اون بوج، نو بوجو، فو بوجي، ال بوج، ال بوج. لكن لو انا كنت طبقت القاعده الاساسيه وحطيت شلت الاو اغ وحطيت او ان اس على طول مع الضمير نو، كانت هتبقى نو بوجو. لا انا مش عايزاها نو بوجو، انا عايزاها نو بوجو. يبقى هنضيف حرف او فقط لسلامه النطق. طب باقي الافعال لا ميس، ما بنضيفش حرف الاو الا مع الافعال اللي منتهيه بالثلاث حروف دول، الجي او اغ، باجي مع الضمير نو. المفروض ان النو النهايه الطبيعيه بتاعته او ان اس، لا هزود له او الاول يا ميس عشان لما تيجي الجي كده تبقى جي معطشة. تمام يا حلوين؟ ماشي. لكن باقي الأفعال عادي جدا بطبق عليها قاعدة أفعال المجموعة الأولى فقط، مفيش مشكلة. طيب احنا كنا أخدنا الأفعال دي، اكتبوا لي كده على الشات، احنا كنا أخدنا الأفعال دي الجدول ده، اكتبوا لي على الشات كده اللي هي الأفعال ذو الضميرين. تمام. بص يا ولاد، الافعال ذو الضميرين دي هي افعال عادي خالص، واللي قدامنا دي افعال مجموعه اولى. طيب ماشي، ركزوا معايا. الافعال دي يعني ايه ذو ضميرين؟ يعني بتكون بادئه بسو او 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 السابوستروف. يبقى الافعال دي بتكون بادئه بسو او السابوستروف. طب لما باجي اصرفها بنصرفها ازاي؟ والله انا حاسه ان انا اديتها قبل كده اصلا وانتم ملخبطيني، بس انا هعيدها تاني. لا انا شرحتها،
بص يا ولاد، هناخد فيرب زي فيرب سو لوفي ونجرب عليه، نعمله كده كاكزامبل. بسم الله، ايه الفرق بينه وبين الافعال التانية؟ الفرق انه اسمه ذو ضميرين، يعني بيكون بادئ بضمير وانا بحط ضمير من عندي فبيبقوا ضميرين. ايه الكلام ده؟ هقول لك. انا عندي فيربين اصلا شبه بعض، اللي هو سولوفي وسولافي. سولوفي وسولافي، هرجع لكم عليه سريعا، ركزوا معايا يا ولاد. سولوفي واللي شبهه سولافي. انا قلت لكم ايه بقى لما كنا بنقرا الكلمات؟ قلت لكم سولوفي معناها اصلا يستيقظ، لسه بتصحى كده بتفتح عينيك. فحرف الاو ده بيكون نايم شويه، يعني عمال يقول ايه ماما تصحيك، تقول لها ايه 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 الساعه كام ايه ايه، فبتقول حرف الايه ايه اللي هو حرف الاو. لا انت هنا بقى صحيت وصحصحت وبتغتسل، لا يبقى الا دي صحصحت وقفت على اللافابو على الحوض فبقت اه كده مصحصحه. صوت الاو دايما بنشبهه بصوت الكسره اللي نايم. ايه اصحى يا عبد الرحمن، ايه ايه هي الساعه كام ايه ايه، عمال يقول ايه لسه بيصحى. لكن صحصح وقف، انا صحصحت يا ماما، انا صحصحت، يبقى يغتسل صحصحت وقفت بتغتسل. لكن يستيقظ سولوفي، لان الاتنين شبه بعض. طيب اي فيرب منهم واي فيرب هيكون بادئ بسو او اس ابوستروف ليه طريقه معينه في التصريف. انا لما باجي اصرف مع اي ضمير الجو والتي والايل والال والنو والفو والايلافيك اس والايلافيك اس، بنبدا نعمل ايه؟ السو دي بتتغير. هناخد اكزامبل على يستيقظ. ادي الضمير جو عايز اقول انا استيقظ، الجو معاها بتتحول الى مو. طب واللوفي عادي خالص يا ميس، افعال مجموعه اولى بنحذف الاو اغ ونحط او جيمي ليف. يبقى بدل ما كنت هصرف الفيرب ده بس، لا زودت ضمير تاني، يبقى السو بتتحول مع الضمير جو الى ايه؟ الى مو. جميل، يبقى جيمي ليف. بيألف لي برضو، مصمم ان هو يألف لي. طيب الضمير تي قال انا هاخد حرف شبهي انا يا مس، شبه اسمي، هاخد تي وبعدين اكتب ليف واحط الاو اس النهايه. توتي ليف يعني انت تستيقظ. طيب الضمير ايل وال وان جم في الافعال ديت اللي بنسميها ذو ضميرين. ليه ذو ضميرين؟ ادي ضمير وضمير ضمير وضمير ضمير وهيكون لسه في ضمير. قالوا لي يا مس احنا في الافعال ذو الضميرين بناخد زي المصدر ما بنغيرش، يعني اكتب لكم سي ونصرف الفيرب اللي بعده عادي بياخد النهايه الاو مع ايل وال وان زي مين؟ زي الضمير جو، زي ما احنا لسه مصرفين. طيب هاجي عند الضمير نو. النو ده ضمير جمع، يعني ايه؟ قوي. قال انا هاخد نو زيي، ما اخدش انا حاجات كده حروف كده صغيره، انا عايز النو تقف نو قدامها. طيب وبالنسبه لفي عادي يا مس تتصرف، تبقى ليفو ونحط النهايه الاو ان اس. طيب هاجي بعد كده مع الضمير فو. الضمير فو برضو ضمير جمع قوي، قال انا هاخد فو زي وبعدين صرفه الفيرب منتهي بالاو زد عادي. طيب الايلافيك اس والايلافيك اس، وركز لي، بياخدوا زي الايل والال والان المفرد وبياخدوا زي المصدر، يعني هياخدوا سي قدامهم. طب وبعد السي يبداوا يصرفوا الفيرب عادي. ايل سولاف ال سولاف. طيب الفيرب ده بس اللي بيتعمل كده؟ لا، صحصح لي بقى يا بطل عشان هعملها لك كده بالهايلايتر اهو، ان انت تخلي بالك كل ضمير بياخد قدامه ضمير شكله ايه وبعدين يبدا يصرف الفعل زي اي طريقه تصريف فعل احنا اتعودنا عليها عادي. اهو ظبطها لك كده. عندي هنا ج بتاخد ن زيها، بتاخد ن اقصد، التي بتاخد تي، ال وال وان بياخدوا س، النو بتاخد نو وبعدين ابدا اصرف، الفو بتاخد فو زيها، الايلافيك اس والايلافيك اس بياخدوا سر. ايه ده؟
ده في هنا حاجة اتفقت، الإيلافيك إس والإيلافيك إس، وإيل وإل وقلنا المفرد سو بياخدوا زي المصدر بالظبط. تمام كده؟ فانا عندي هنا الجدول اهوت اللي بيساعدني ازاي اصرف الافعال ذو الضميرين. ليه اسمها ذو ضميرين؟ عشان هي بيكون فيها ضمير كده بتحول، وفي الضمير الاساسي يعني الجو بتاخد مي او ام ابوستروف. التو انتوا لسه فاكرين دلوقتي ان انتوا اخدتوها، التو بتاخد تي. اصبروا عليا بس، اصبروا عليا، انتوا اللي هتشرحوا الحصه الجايه بقى. التو بتاخد تي او تي ابوستروف، ال وال وان بياخدوا سي او اس ابوستروف زي المصدر. خلي بالك في افعال بتبدا بسي وفي افعال بتبدا باس ابوستروف. ليه بقى؟ لان بيكون جاي بعديها حرف بادئ بفويل، حرف بادئ بفويل، عشان كده بتكون بادئه باس ابوستروف. طيب ال وال وان بياخدوا سي او اس ابوستروف زي المصدر ما بيغيروش، وبعدين يبداوا يصرفوا الجزء الثاني من الفيرب كده عادي زي تصريفات المجموعة الأولى. طيب النو بتاخد نو زيها وبعدين تبدأ تصرف، الفو بتاخد فو زيها وبعدين تبدأ تصرف، إيلافيك إس وإيلافيك إس بتاخد سي أو إس أبوستروف زي المصدر، زي المصدر، وبعدين تبدأ تصرف الفخر. تمام؟ عندي فيرب هنا سو دو بوشي اللي هو يسرع. الفيرب ده محتاجه الصبح أول وأنا صاحية كده، رايحة شغلي رايحة مدرستي. فعندي هنا لما اجي اصرفه مع الجو، الجو بتاخد مي، يبقى جو مو دوبيش. جو مو دوبيش يعني انا اسرع، تو دو دوبيش انت تسرع. ال ال بتاخد ايه؟ بتاخد سي مي زي المصدر، ال سو دوبيش. نو نو دوبيشو، تمام. طيب وصلنا عندي هنا النو، قلنا هتاخد نو زيها، الفو فو زيها، والإيلافيك إس والإيلافيك إس بياخدوا زي مصدر الفعل. أي فيرب هطبق عليه القاعدة اللي إحنا قلناها دي في التصريف الأفعال ذو الضميرين. طيب لو الفيرب يا ميس بادئ بإس أبوستروف عادي، المي اللي كانت مع الجو بتتحول إلى إم أبوستروف، بس هو ده الفرق، والتي بتتحول لتي ابوستروف. التي بتتحول الى تي ابوستروف. طيب والسي هي كمان هتتحول لاس ابوستروف، لكن النو والفو وكده ما بيتغيروش. تمام؟ طيب كل الاكسرسيس دوت جاي على ايه؟ جاي على التصريفات الافعال. الحصه الجايه انا ان شاء الله هشرح الامر المثبت والامر المنفي، فده هخليله كده حصه لوحده ان شاء الله. بس خليني ناخد صيغه السؤال عن الساعه. صيغه السؤال، الله يسلمك يا حبيبتي، ميرسي، هي الكحه بتمسكني كده ساعات، ميرسي يا سلام، ميرسي يا حبيبتي. طيب عندي بقى صيغه السؤال عن الساعه. بص بقى يا بطل، اول ما اقول لك كلمه ساعه لازم اول حاجه تيجي في بالك ايه بقى؟ سؤال الساعه نفسه. سؤال الساعة نفسه هيتحفظ؟ هيتحفظ. ليه يا ميس نحفظه ما نعرفه وخلاص؟ لا، لأنه ساعات كتير جدا بيجيب لك إجابة ويقول لك اتغوب لا كيستيون، أوجد السؤال، يبقى لازم أكون أنا عارف السؤال وعارف الحروف بتاعته. تمام؟ طيب الساعة دي ليها أكتر من طريقة للسؤال، بس دي الصيغة اللي أنا هقول لك احفظها. كيلوغيتيل، وممكن اقول إلي كيلور، هي هي بس بدا بإلي واخر لي كلمه كيلور في الاخر. كيلور تيل. طيب الساعه دي عليها كده ملاحظتين غريبتين، ايه بقى؟ كلمه الساعه هي كلمه مؤنثه، صح؟ صح يا ميس، ومع ذلك بتاخد معاها إل المذكر، عشان لو جاب لي بقى شوازي إل وإل وتي واي حاجه، لا هروح على الإل المذكر. هقول لك طب ما هي الساعه مؤنث. ايوه يا ميسي الساعه مؤنث، بس ده اكسبريسيو، اكسبريشن
ما بيكونش ماشي على القاعدة، فبياخد معاه إيه اللي المذكر بالرغم إن كلمة الساعة مالها مؤنث. دي نقطة. النقطة التانية أداة الاستفهام اللي قدامها شكلها إيه؟ ما هي مش شكلها كل أهي فيها 2 ال. طب ما إحنا كنا متفقين في الشيت اللي كان خاص بأدوات الاستفهام